جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد ألف بعث يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أحج وعلي دين بعد أن سمح لي صاحب الدين ووعدته بالتسديد بعد الحج؟ هل يجوز لي ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا سمح لك صاحب الدين بالحج وحججت فلا بأس عليك، لأن الحق لصاحب الدين، فإذا سمح لك أن تحج قبل أن تسدد دينه فلا حرج عليك في ذلك.